السلام عليكم، صباح اخباركم؟ صحيحه، اموركم هانيه؟ اول حاجه غنقولها لكم توحشتكم بزاف بزاف بزاف، توحشتكم بواحد الشكل كبير. شكرا لكم على كل المساجات والرسائل في عوده جديده لليوتيوب. كنعتذر منكم على الغياب اللي ما كانش مقصود واللي دام تقريبا 4 ديال الاشهر، كانت اطول مده غبرت فيها، فما كانش لخاطري. مريت بظروف اللي كانت خلاتني نبعد على اليوتيوب، لانه كتعرفوا دائما نحاول نحط فيديوهات اللي تيكون فيها جودة في الانتاج، جودة في المونتاج، وكذلك في المواضيع والافكار، فهادشي تيطلب مني جهد. ففي الفترة الاخيرة كنت نمر بظروف اللي كانت ما تساعدنيش انه نوفر هاد الجودة في هاد نوعية الفيديوهات اللي والفتكم عليها. فمن الان فصاعدا كنوعدكم ان شاء الله غادي نكون حاضرة معكم وبقوة، وشكرا مرة واحدة اخرى على الرسائل ديالكم. بطبيعة الحال في كل فصل من فصول سنة كنحاول نغير بعض الأركان ديال الديكور في البيت، نعاس أو في الكوزينة، هكذا باش نعطي واحد الإحساس ديال الفصل الخريف. خاصة الشتاء تنحتاجو زريبيات اللي يكونوا سخان، تنحتاجو غطاء اللي يكون سخون، فولا بد أنه نبدلو أو نغيرو من الفراش ديال الصيف للفراش ديال الشتاء. هادشي علاش اليوم غنشارك معكم تغيير ديال الديكور ديال غرفة النوم بأشياء اللي هي خفيفة، وبأشياء اللي كانت عندي، وبأشياء اللي عاود شريتها من جد وجديد. بالنسبه للخاميات ديال البيت، انا كنتعمد انه نصبنهم بيدي باش هكذا ما يخسروش، لانه الماكينه تتخرج عليهم وتتكمشهم، فبالتالي خاصنا نحددوهم، وبعض المرات ما تنضبطوش الدوغري ديال الحديده وهكذا تيتحرقوا لينا. دابا غادي ندوز لابارتي ديال الزاج والشرجم. دونك هنا غادي نحيد هاد لي بلونط هادو اللي هما تحرقوا اشعه ديال الشمس، وغادي نجيب واحد اخرين اللي تيصلحوا 100% الفصل الخريف وتيتماشاو مع الجو ديال الشتاء. هادوك اللي غلات وخليت هادو لي ترونسبارون باش هكذا يدخلني الضوء، لانه كنعرفوا فصل الخريف وفصل الشتاء الشمس بحال تتنقشش فيها وما تيبقاش لي كليراج بزاف. اما بالنسبه للكوتي ديال البيرو، حاولت انه نزوقو بدي كادغ فوتو باش هكذا يعطيني الكانه للخدمه، لانه تنبغي نخدم في لا شومبرا كوشي، داكشي علاش جبت داك لو بيرو. اللي اختاريت هادو اللي التوب ديالهم بين وبين ما سخونش وما باردش بزاف، لانه فصل الشتاء تنديروا لي كويت، تنديروا لي مانطا، فما ممكنش نزيد ندير واحد اخرين يكونوا سخانين، خاصه مازال ما بردش الحال بزاف. دونك هادو فيهم دو تاي دوغيي وفيهم دغا اللي تيتغطى به الناموسيه.
بان لي باغور دو لي المخاد وحتى هذاك الكوفغ لي الفوقاني البيض كلهم خديتهم من ميروهم، فدائما انا تناخذ من ميروهم لانه تلقى الكاليتي وتلقى حتى الثمن تيكون زوين. فغنخلي لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف. بالنسبه للكيسون ديال دريسينغ حولته الجهه ديال الماريو باش هكذا ما يقبطليش بلاصه كثيره، خاصه بلاصه درت فيها البيرو. هاد الكيسون هذا تينفعني بزاف بزاف، جمع لي كاع لي زاكسسوار اللي تنحتاجهم كل نهار، كنت خديته من ايكيا. من بعد ما ساليت التغيير اللي درتو خفيف لا شومبر كوشي اللي عنده علاقه بلو تام ديال الخريف، فما بقى لي الا نعطر البيت بلي بارفان دومبيونس وبالشمع، فانا عزيز عليا شاك سوار نشعل الشميعات باش هكذا تيطلقوا ريحه زوينه تصبح في الصباح. كان هذا هو لو تيم اللي غيرته في لا شومبر كوشي اللي عنده علاقه بفصل الخريف. انا عزيز عليا هذا الفصل بزاف بزاف، بحيث انه تنستمتع فيه كل سواري، كنشعل الشميعه كندير اتاي وهكذا تندير لي روتين ديالي. فبما انه الدخول المدرسي فكيجي الوقت فين انه نزيدو نعتانيو بوليداتنا، نعتانيو بالبشره ديالنا، نعتانيو بصحتنا، ونعتانيو كذلك بشعرنا بكل حاجه، لانه الصيف تنكونوا مشغولين بانه تنخرجوا تنقضيو العطله ديالنا. فهنا هذه لا كوموند وصلتني من عند واحد لو ماغازان سميتو زينابيل، كان سبق لي شاركته معكم على الانستغرام، المنتوجات ديالهم رائعه، مجرباها وعاود جربتها. الا بغيتو تفاصيل اكثر غادي تلقاوها على الصفحه ديالي على الانستغرام. بالنسبه لفصل الخريف وفصل الشتاء كنعرفوا انه البشره كتبدا تشقق، فانا العنايه ديالي بالبشره ديالي كنعتني بها بخلطات طبيعيه، هذه اول حاجه كنستعملها زيوت طبيعيه، ومن بعدها كنستعمل دي برودوي اللي هما صالحين للبشره ديالي واللي فيهم مواد طبيعيه بنسبه كبيره.
بطبيعه الحال الدخول المدرسي منين تنقولوا التغلاف ديال الكتبه، تنقولوا الحفاظه، لي ديفوار مع الوليدات، حتى هذه مسؤوليه كتبدا معنا من فصل الخريف وهي غاديه حتى الاخر ديال العام. فما عرفتش نتوما كيفاش كديروا مع وليداتكم، واش كتعطيوهم هاد لا ريسبونسابيلتي ديال انهم هما يغلفوا الكتبه ديالهم؟ فانا كنخاف انهم يخربقوهم، داكشي علاش انا كندير هاد المهمه ديالي بيدي، ولكن كنحرص على انه بعض المرات يكونوا بجنبي باش هكذا حتى هما يستافدوا ويتعلموا مني الطريقه كيفاش يقادوا داكشي ديالهم لراسهم. نصيحة نبغي نعطيها لكم بالنسبة لاختيار الدفاتر لوليداتكم، حاولوا تختاروا الدفاتر اللي الأشرطة ديالهم أو السطورة ديالهم يكونوا واضحين، ما يكونوش مغموقين بزاف، لأنه مع الكتابة خاصة إلا كان وليداتكم تيبركوا على ستيلو زرق فكتخلط داك الكتابة مع داك السطورة الزرقين، ما تيبقاش الوليد يقدر يكونسونتخي مزيان. فأنا هاد القضية تنحرص عليها. أما بالنسبة للتغلاف فتنعتمد أنه نغلف الكتبة ديالهم بهاد الغلوفة هادو، ساهلين بخاتيك ودغيا تيغلفوا الكتبة وتيصبروا مدة طويلة. وما ننساش طبيعة الحال لي زيتيكات اللي تنحرص عليهم على طول العام باش هكذا ما يتلفوش ليهم الدفاتر ديالهم، بعض المرات يكونوا واجدين وبعض المرات تنصيبهم غير بيدي مانيوالمون. وهكذا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما سخيتش بكم، تلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله عنده علاقه بلو تام ديال الخريف، ولكن هذه المره في لا كويزين.